انا حاسس ان شحن اللعيبه وتهيئه اللعيبه مش عشان انت معايا، انت ليك دور كبير قوي فيه. بص يعني الشحن الايجابي ايوه يعني انا بتكلم على الشحن، ان انت تهيئ اللعيب ان هو يلعب مباراه، مش تشحنه يعني تعصبهم يعني. بص يعني بص احنا كسبانين وواخدين نفسنا وبنتكلم بشكل عقلاني ومنطقي واخلاقي كمان، احنا بنحترم نادي الزمالك جدا 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 يعني على المستوى اللعيبه والجهاز ومستوى كمان الجماهير جدا يا جدا. ريت يا ريت يا كابتن يبقى بدايه موسم هادئ يعني، يا ريت بتمنى، لان انا بقول لك يعني انت اسم كبير وانت لعيب كبير ويعني ليك ثقل كبير جدا، فبتمنى ان الموسم ده وروحك كويسه جدا، واللي ما يعرفكش بره يعني يعرف ان انت انسان متواضع وانسان هادي وانسان بتحب النكته وبتحب الضحك، يعني مش بالتنشنه وبالحاجات اللي بنشوفها دي. انا اكمل لك اتفضل اتفضل. مهيب يعني، فبقول لك يعني بنحترم لعيبه نادي الزمالك جدا، بنحترم جهاز الفني نادي الزمالك جدا، بنحترم جماهير نادي الزمالك جدا 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 جدا، بنحترم كيانه ومكانه وتاريخ نادي الزمالك، ويبقى المنافسه في الملعب يعني بمجرد ما المباراه بتنتهي خلاص. طب ليه ما قلتش، ليه ما قلتش لكن اداره نادي الزمالك يعني، ليه ما تقول، لكن اداره نادي الزمالك يا كابتن ونخلص. لكن يا كابتن، لكن يا مهيب، لكن مهيب الشحن دايما، الشحن الحماسي، الشحن الايجابي، الدوافع اللي بتبقى موجوده عند البني ادمين، الدوافع اللي موجوده عند لعيبه الكوره. انت انا لا يمكن اتردد او اشك لحظه ان واحد زي ميسي مثلا ورونالدو مثلا وصلاح دلوقتي عندهم ناس بتشتغل معاهم على الدوافع. طبعا لما بتحقق بطوله او الثانيه او الثالثه لازم يبقى عندك حاجه ثانيه، ناس تخلق لك دوافع من جديد. يمكن دوافعنا احنا دايما هي جمهورنا اللي بتقابله في الشارع، جمهورنا اللي بتقابله في المدرجات، جمهورنا اللي بتقابله في النادي، جمهورنا اللي بتقابله في اي مكان يعني. فعشان كده انا بقول لك يعني بالعكس، يعني اتمنى ان اكون واحنا بنتكلم بمنتهى الهدوء، نتمنى يكون يا رب سنه سعيده على كل الجماهير المصريه، يا رب بدايه السوبر تبقى بدايه لعوده الجماهير، خطوه كويسه يعني ان شاء الرحمن باذن الله في اللي جاي تبقى اكتر واكتر باذن الله. نتمنى انها تبقى دايما حاجات فنيه تستمتع بها الناس، مباراه كبيره النهارده جامعه ما بين الاهلي والزمالك، يعني اعتقد ان كل مصر وكل العرب وكل ناس يعني مهتمه بكره عالم كره القدم استمتعت بلقاء ما بين فرقتين كبار الاهلي والزمالك.